مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله وعدنا حضراتكم هنعمل مع بعض المش على أصوله، يعني في مهارات جديدة ولكن خاصة بحضراتكم طلبتها مننا مدام منال. إن شاء الله هنعمله النهاردة. هنقول طريقة لطيفة وبسيطة ونقدر نعمل خميرة من الأساس بشكل بسيط للي لسه عمره ما عمل خميرة مش خالص، عايز يعملها من البداية، وبعدين تبدأوا تدعموها وهنقول برضو بندعمها بإيه وإزاي. طيب هنقول كده المقادير ونتكلم بقى باستفاضة مع بعض. طيب عندنا الجبنة القريش، عندنا طبعا جبنة قريش، وعندنا الملح، كمية من الملح، وعندي شطة، عندي مرتة، مرتة زبدة يعني، وعندي لبن رايب، عندي شرش من الجبنة، عندي فلفل حار مجروش، وعندي طبعا لو في عند حضراتكم الفلفل الشطيطة كمان الأحمر، أنا بحبه جاف وده أحسن، وعندي لو في لارنجة أو شرايح برتقان يبقى جميل، وعندي حبوب حلبة علشان خاطر الحفظ كمادة حافظة يعني. هنتكلم باستفاضة دلوقتي عن كل حاجة واحنا شغالين مع بعض. عندي طبعا لبن رايب، اللبن ده انا جبته لبن بلدي وروبته. خليني الاول البس الجلافز بقى وابدا مع حضراتكم. الجبنه القريش طبيعي لو احنا بنعملها في البيت، احنا عملنا الجبنه القريش قبل كده بالمنفحه، وممكن بعدين مره تانية ان شاء الله نعملها من غير المنفحه ونعمل شويه اجبان حلوه كده تبقى مناسبه. اللي على المش ده اللي على الجبنه ما تستغربوش، ده ملح هيمالايا، فهو لونه كده لان هو من يعني الملح الصحي. لكن طبعا احنا بنغلف اول خطوه خالص في المش بتاعنا الجبنه القريش، لازم نغلفها بالملح والشطه لو حابين، وفي ناس بتحب ساعات تحط عليهم ايه شويه بابريكا، يعني يبقى ملح وشطه وبابريكا، ده اختياري. انا عملتها بس بالملح الهيمالايا عشان لازم انشف الجبنه كويس قبل ما احطها في المش بتاعي او في البرطمان الازاز اللي انا هستخدمه او في البلاص اللي هي الفخاره او اللي احنا هنستخدمها. طيب بصوا انا عندي لبن هنا، اللبن ده لبن بلدي بس انا روبته، سبته لما راب بره اهو شايفين، وهنا في كمان نسبه زبادي. بصوا اي بقى زبادي بيبوظ عندنا، اي شرش جبنه، اي لبن باظ وراب، عايزه اقول لكم ادي الشرش بتاع الجبنه اللي نزل منها بعد التصفيه. يعني ايه، هنعمل حاجات كده لطيفه مع بعض. تعالوا اول حاجه، انتوا ما طلعتوليش الخلاط ليه يا حبايب؟ طيب ماشي، خلينا نستخدم كده ايه اول جزء. انا هضرب شويه لبن بشويه الفلفل الحار ده. بصوا كده، طيب تعالوا كده ماشي. هاخد الفلفل ده، ده مجفف اللي هو بنجيبه من عند العطار، انا بحبه اكتر لانه بيبقى منه شطه ومنه مجفف ما فيهوش يعني. لو عايزين تعملوا الشطيطه اللي هو الاحمر مفيش مشكله، حضراتكم جيبوه وفرموه في الكبه وضيفوا عليه شويه من الملح، مفيش اي مشكله خالص. وتصفوه، لازم يتصفى خلاص. انا هحط منه شويه هنا، هعمله يعني على طريقتي سريعه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد هنا في الحله دي اللبن ده، لازم لو انتوا جايبينه لبن فريش يبقى لازم ايه تغلوه عشان يبقى معقم عشان ما يعملش دود في المش. طيب هاخد كده شويه من اللبن الرايب ده بقى، هضربهم هنا. خليني بس اخد كده سباتولا لان دول حرام خساره. بسم الله كده. وهنضرب دول كده مع بعض. وهحتاج شويه تاني قرون احطهم في وسط الخليط. معانا مدام منال، يا اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل حبيبه قلبي، والله العظيم يعني انا بشكرك على الهوا
وعايزه اقول لكل المشاهدين فعلا انت 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 شيفي، يعني مش عارفه اقول لك ايه. حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب. انا قاعده اهو عشان اشوف تكاتك كلها واتابعك واعمله، وان شاء الله ابعته لك واقول لك يعني انا عملت نفس الطريقه. ده شرف ليا حبيبه قلبي متابعه حضرتك والله بجد. وصباحك زي الفل، وبقول للاستاذه ندى كل سنه وانت طيبه، اللي كان عيد ميلادها امبارح. تسلمي لي وتسلم ذوقك يا فندم، شكرا لحضرتك جدا. ما نتحرمش منك. صباحك رضا من رب العالمين يا حبيبه قلبي، في حفظ الله يا مدام منال. هطلع بس كده حله صغيره، بصوا بان انا مجهزه المورتا. طبعا اللي عنده زبده احلى مش تعملوه اصلي اللي فيه المورتا بتاعت الزبده. هناخد الزبده وهنسيحها، ولما بنرش رشه الملح ونفضل نقلبها بنحتفظ بالمورتا. انا هاخد المورتا دي هنا، ودي الاساس. عايزه اقول لكم هيبقى يعني مش من نوع اخر. بنشوحها كويس تاخد اللون الحلو كده. المرتة دي مهمه جدا. هبدا اضيف عليها الخليط اللي انا ضربته في الخلاط الاول، وطبعا اي شرش جبنه باقي تحتفظوا بيه، اي زبادي انتوا حسيتوا انه عدى الفتره بتاعته، بس ما يكونش زبادي بلدي عفن يعني، لا هو الزبادي بتاع الشركات اللي بيبقى ليه ساعات اكسباير ديت كده، ليه وقت بيبقى انتوا مش هتنفع تاكلوه، احتفظوا بيه. هنحطه في المش، هندعم الخميره، اللبن هيدعم الخميره، في حاجات كتير جدا جدا ينفع ندعم بيها الخميره بتاعتنا بشكل جميل. هاخد بقى كده شويه من اللي احنا ضربناهم دول وهضيفهم هنا على المورتا. الفلفل اللي اتضرب الجاف، الفلفل الشطيطه ده مع المورتا على النار، وهنبدا نقلب بقى تقليبه حلوه. احلى حاجه بتتحط في المش اولا اللارنج، طبعا لو في الموسم بتاعه بيبقى رائع، لانه احلى حاجه مع المش تدي طعم هي قشر اللارنج. مفيش هنحط قشر يوسفي او قشر برتقال، مفيش مشكله. انا ساعات لما ما بقاش فيه لارنج بعمل كده، عايزينهم يغلوا بس شويه. وبعمل بقى حاجه كمان، لما بيبقى عندي شويه جبنه قديمه باخد شويه افرطهم مع الخليط المش ده. يعني ايه؟ يعني انا افرضه مثلا عندي شويه جبنه قديمه، باخد مكعب ولا حاجه بشويه خميره واضربه واحطه مع الخليط نفسه يدعم. في فيديو انا كنت عاملاه على الصفحه برضو، يمكن هو شويه في باين ومتكلمه فيه بتفاصيل، لو حد ما شافش حلقتنا دي يقدر يرجع لها. طبعا المورتا اساسيه، يبقى احنا كده استخدمنا المورتا. بعد ما خدناها المورتا بتتبقى في القاع الحله، بتبقى لونها فاتح او ذهبي. هنبدا نحمص فيها، نحمص فيها لحد ما يبقى لونها بني خالص زي ما حضراتكم شفتوه كده. خلاص؟ وبعدين ابدا اضيف عليها اللي انا ضربت شويه لبن رايب مع شويه الفلفل الجاف. هنجيب شويه، عايزه هحتاج فلفل جاف تاني يا ولاد، قرون كده. انا بكتفي بس بشويه حبوب الحلبه، ما عنديش مشكله. هنحكي بقى قصه المش دي، لانه ليه قصه كده من ايام القدماء المصريين. عايزه اقول لكم لطيفه جدا. نقلب بس تقليب حلو. عايزه اقول لكم انه زمان لقوا المش ده في مقابر السلاله الاولى في سقاره، فهم طبعا يعني ده كان اول مره يكتشفوه او يشوفوه، يعني ده الايه التاريخ بتاع المش. وكان بيتحط في البلاص، جه من وقتها انه كانوا بيحطوه في حاجه من الفخار، لانهم كانوا عايزين يتجنبوا الطبقه اللي مش مستحبه في المش دي. وعشان كمان هنحكي عن طبق الفخار ده، ليه تنقيه وليه طريقه. الشحم اللي احنا بنجيبه ده الشحم اللي هو البوش بتاع اللحمه، بيجيبوه والبلاص بيتنضف ويتمسح كويس قوي من جوه، ولازم نبص بضوء كويس جواه واحنا بنشتريه عشان لو في خروم نعرف نسد من بره، نقفل المسام. وبعد ما بنقفل المسام احنا عايزين ان احنا بعد ما ننظفه نجيب الشحم ده. في ناس بتحب تعمله كده يعني يبقى ني في ني، شحم اللحم
مش شحم العربيه قصدي انا، ده انا هنهار. طيب وبعدين نروح جايبينه بنسيحه على النار زيه زي الدهن العادي، يسيح يبقى زي السمن. اخده واروح منزله الشحم ده في البلاص واقلبه كويس واقفل من جوه جوه، اخليه من جوه بطانه كله بيه، وارمي طبعا اللي هيتفضل ده او هينزل من البلاص خلاص ده مش هيستخدم تاني هنرميه. واسيبه يومين او ثلاثه لما ينشف يشد علشان يقفل المسام بتاعه البلاص. في ناس بتعمل ده بطريقه ثانيه انها تحط عسل اسود. خلاص بصوا بقى هنبدا نغلي هنا، خليني انزل الرايب. بصوا كمان بسم الله هبدا اضيف شويه شويه. معانا ام اسلام، يا صباح الهنا. يا صباح الفل حبيبه قلبي. حبيبتي تسلم معلوماتك وتسلم ايدك يا حبيبه قلبي. تسلمي يا روح قلبي. المعلومات الجميله دي والله يعني حبيبتي. انا اول مره اسمع القصه دي. يا روح قلبي ربنا يخليكي، تسلمي لي يا روح قلبي. تسلمي يا حبيبتي والله، تسلمي لنا بكل معلوماتك الجميله وحاجتك الجميله. عايزه اقول لك احلى جبن بناكلها من ايدك واحلى مس فعلا انا جربته عندي، مش قادره اقول يا روح قلبي قد ايه والله. تسلمي يا روح. بعدين كل ما بيتقل لو عندي شاش زي ما بتقولي. ايوه بنحط فيه أيوة. قطع جبنه رومي أيوة. بحط فيه ممكن مثلا قرون الفلفل زي ما انت حاطه برضو. هنحط تاني ايوه مرطه لو عملت سمنه بلدي بحط الله. فيها انا عايزه انقله هنا عشان النار هنا اعلى طبعا. اي فواضل عندك باقيه في البيت احلى حاجه فيه ان المشي ده بيستوعبها. ايوه صح حقيقي بجد جميل قوي قوي. تسلم ايديكي والله. تسلمي. ربنا يبارك لك. الله يسعدك حبيبتي. طب قولي لي انت كويسه؟ بطمن عليكي وعلى صحتك عشان احنا الظاهر امبارح حسدناكي. الحمد لله. انا بسال عليها بعد الهوا لقيتها تعبانه وبطنها بتوجع، قلت لها يبقى احنا يعني حسدناكي من غير ما نقصد يا حبيبه قلبي. حبيبتي والله ما انحرمش منك ابدا يا رب. ربنا يحفظك ويديكي الصحه والعافيه والله حبيبتي. والله يعني انا اقول لك الزيتون اللي عملتيه امبارح كان جميل بشكل قد ايه حبيبتي. بجد البرطمان بيتحدث عن نفسه. يا رب اسعد قلبك والله. وبالهنا والشفا اللي هياكله والله. الله يخليك يا حبيبه قلبي تسلمي. هو فعلا الزيتون من ايدك او لما بتعمليه بيبقى حاجه ثانيه خالص يا حبيبي. لا بتشتريه من بره ده تواضع، وانا والله بشكرك والله بجد بجد على ذوقك وعلى اخلاقك وعلى كل مشاهدينا. بجد انتوا من الجيل اللي الواحد يحطه فوق راسه من فوق بجد حبيبتي والله. نتعلم منكم بجد الادب والاخلاق قبل اي حاجه حقيقي بجد. انا بقول والله تسلم فعلا يعني مامتك الله يرحمها. الله تسلم. يرحمه. الله يرحمه. تسلم تربيتك والله. الله يخليك. يمكن انا امبارح والله كلمت شيفي ديان بقول لها بجد والله انا اتعلمت منك ومن شفا عظيمه حاجات قد ايه حبيبتي. مش قادره اقول لك برغم ان انت بنتي في سن بنتي يا حبيبتي. اتعلمت منك حاجات كتير قوي عظيمه. ربنا يسعد يعني قلبك. انا بقول لك فعلا اسمع على مسمى ربنا يبارك لك يا حبيبتي. كتر خيرك يا ام اسلام، ما تحرمش منك ابدا ولا من اتصالاتك ولا منك يا حبيبتي. وسلام لكل كرو البرنامج وسلام لقناة الأهل الجميله ونادي الأهل الاجمل. الله ربنا يخليه لنا دايما كده يا رب. امين امين يا روح. شكرا ليك يا ام اسلام، ما تحرمش منك يا حبيبتي تسلمي لي في حفظ الله. شكرا ليك وشكرا لكل متابعينا اللي ما اعرفهمش لاول مره التقي بيهم هنا من خلال شاشه قناه الاهلي. شكرا لحضراتكم، شكرا للاخلاق الراقيه حقيقي، وشكرا للدعوات اللي من القلب بجد. يعني دي اهم من اي حاجه في الدنيا حقيقي. بصوا بقى انا عندي هنا باقي شويه ايه من المش، شايفين ازاي؟ هشوف عقبال ما اهو في مكان الخلاط هاخد شويه من المش ده اللي عندي، هعمل كده مع شوية مية المش دول وهضربهم وهضيفهم معاه. لو ما عندكوش مش مهم، دي خطوة إضافية ملهاش علاقة بالأساس لكن بتدعم. وهجيب بقى البرطمان هضرب دول كده كمان مع بعض بسم الله. طبعا ده لازم يغلي على النار لما يقصر ويتقل شوية، وأنا في الوقت ده هشتغل في حاجة تانية بس الأول نقفله بسم الله. قطعة مش من القديم اللي عندي مع شوية المية المش ده، شوية خميرة معتبرة يعني هيعملوا كمية ما شاء الله لا بأس بيها. ولسه احنا عندنا رايب، ولسه هحط اهو الشرش كمان بتاع الجبنة اللي اتصفى منها بعد ما حطيت الملح عليها وغطيتها. خلوا بالكوا الشرش ده بيبقى مهم كمان لحفظ الجبنة. ان شاء الله مرة تانية نعمل حلقة فيها الجبنة، ونعمل كمان طريقة حفظ الجبنة بالسنة للناس اللي حابة تحتفظ وبتعمل كميات في البيت من الأجبان.
هقلب بقى واسيب الخليط الحلو ده هنا كده على النار، احط فيه شويه قرون، وهجيب البرطمان وارص قدام حضراتكم. انتوا حطهولي فين يا حبايبي؟ تمام شفتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بفضل الازاز، ما بفضلش البلاستيك. خلوا بالكم الازاز بيحافظ على المش. بصوا قطعه الجبنه بقى بقت ناشفه، وده المهم في الموضوع، تتصفى الميه بتاعتها. لو الجبنه دي فيها ميه مش هي ايه، مش هيبقى ناجح، يعني ممكن يعفي. فاحنا مهم قوي الموضوع ده، الشطه مهمه. وهحط طبعا شويه من الحلبه فيها كده، يعني انا هفترض ان ايه، هنعمل برطمان كده كويس. خلوا بالكم المش بيفور، بيفور يعني انا لما اجي احطه في البرطمان ما املاهوش للاخر البرطمان من الخميره، لازم اسيب شويه عشان هو بيعلى، وبعد شويه بحتاج ازوده تاني من الخميره. فدايما حضراتكم تحتفظوا بعلبه في الخميره، كل ما يبقى عندكم بواقي جبنه تحطوا جبنه رومي، تحطوا فيها يعني اي حاجه من بواقي البيت، شويه لبن قطعوا اهو. شايفين ازاي معانا استاذ ادري من الجيزه؟ يا اهلا وسهلا استاذ ادري، اهلا بيك يا فندم. استاذ ادري راح فين؟ انا اهو معاك يا فندم. يا فندم اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. اولا بتمنى التوفيق للنادي الاهلي واللي جاي احسن ومش قلقانين. امين يا دي رب. حاجه، الحاجه الثانيه انت يعني شوف، انت فكرتيني بقى بالست، احنا ناس صعايده. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. فالحاجات دي لما كانت تجينا من الصعيد لمؤاخذه في الزلع اللي هي ايوه البلاص، البلاص خدت بالك، وكانوا يبعتوا لنا معاه شويه الشرش وشويه السمنه السايحين. ايوه وشويه احنا نقول على البيض كحريت، احنا الكحريت خدت أيوة. بالي حضرتك. ففكرتني بقى بحته الجبنه الخضراء وشويه السمنه وشويه المشي اللي كانوا بيجونا من الصعيد. الله يرحم اهالينا واهالينا واهالينا واهالينا. امين. اللي كانوا بيجيبوا لنا الحاجات دي. امين. ويدي لحضرتك الصحه يا فندم. انا سنة والله يا استاذه اخلاص. ربنا ربنا يديك الصحه والعافيه يا فندم. الحمد لله وربنا يديك ايديك يا رب. الله يسلمك يا فندم. والاهلي حديد واحنا وراك يا اهلي ان شاء الله، ما فيش مشكله ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله ربنا يفرح قلوب الاهلاويه جميعا يا رب العالمين. شكرا ليك يا استاذ ادري. انا هسيب ده بقى يغلي ويقصر مع بعضه، مش هعمل اي حاجه خالص عشان عايز ابدا مع حضراتكم في عجينه. انا هقول لكم بقى حاجه، بصوا انا حطيت بس معلقه واحده من حبوب الحلبه الحصى علشان احفظ بيها المش. وعلى فكره هو حتى لو من غيرها هيفضل جميل. في ناس ساعات تقول لك ايه المش بيعمل دود، لا بيعمل دود ده قله نظافه. خليني اقول الامانه، المش مهم جدا. لو انا بعمل برطمان معقم زي ده وحاطه فيه المش والجبنه وايديا نظيفه ومش معرضه لاي سوائل محطوطه جواها وما خدتش بيه بايدي وانا بطلع، ده مهم جدا، كل دي بتحافظ على المش. انا بقى هسيب ده تاثر معانا من هنا لاخر الحلقه، وهقفل البرطمان وهستسمح حضراتكم في بريك، وهنرجع نعمل عجينه فطيره مشلتته حلوه كده عشان يعني ناكلها جنب الايه الاكله الحلوه دي بعد الاستراحه ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا بقى انا ايه، حطيت بس شويه فلفل قرون اهو زياده جف مع الحلبه، وهسيب بقى الخليط ده ايه يغلي كده وياخد مع نفسه، واقلبه بس ايدي فيه شويه شويه. حلو الكلام. طيب هنبدا دلوقتي نعمل وصفه لطيفه جدا، الفطير المشلتت يعني عجينته بسيطه، دقيق وميه وملح، مفيش حاجه. اللي بيختلف فيه الدقيق، طبعا لازم يكون دقيق يكون جميع الاستخدامات، يعني نوع الدقيق يكون كويس. الحاجة الأهم الفرق بين الفطير الشرقي والفطير المشلتت هي فكرة إن أنا بضيف هنا قشطة بلدي لما باجي أعمل الفطيرة، وبحط سمن بلدي علشان تطلع فطيرة مشلتتة جميلة. وعلى فكرة مش شرط إن احنا نحط رقات كتير، في كذا طريقة للف العجينة نفسها. في طريقة بنعمل رقات كتير، كور صغيرة ورقات فوق بعض لما يبقوا 6 7 رقات، ونلفهم في فطيرة واحدة ونحطهم. انا عملت ده قبل كده كتير. وفي طريقه تانية اللي هي ان احنا ناخد الفطيره ونفردها ونطبقها وبعدين نلفها تاني ونروح عاملينها كده، يعني ما بنروح على طرق على طريق مصر اسكندريه بلاقي الست بتجيب الفطيره بعد ما بيفردوها بيكلفتوها تبقى فردها وتعملها بصوابعها يا دوب كده وتدخل عليها وش القشطه. طبعا ببقى طالبه ده مخصوص، او احنا
اللي عايزين ده والسمنه البلدي. طيب انا بقى هعمل ايه؟ هاخد كده كميه من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد مقاديرنا الاول قبل ما نشتغل باذن الله. ادي كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عندي هقول كيلو دقيق، مش عايزه النار تبقى عاليه، نهدي كده شويه شويه. يلا بينا. كيلو دقيق عندي عليه رشه من الملح او معلقه ملح، عندي ميه للعجن. هو الكيلو عاده بياخد نص لتر او 550 لحد 600 ملي من الميه على حسب نوع الدقيق، فاحنا هنصب الميه شويه شويه. خلاص. طيب عندي بقى زبده بلدي او يعني سمنه بلدي، وعندي كمان القشطه البلدي. خلاص. طبعا للتقديم عندنا بقى عسل، طحينه، عندنا جبنه قديمه اللي احنا عاملينها، اللي يريح حضراتكم، مربى اللي يريحكم. خلاص كده. طيب هناخد كيلو الدقيق ده، بسم الله الرحمن الرحيم، حط عليه معلقه ملح كده وهقلب. معانا استاذ علاء من الجيزه. اهلا وسهلا استاذ علي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا فندم، اخبارك؟ الحمد لله بخير، ربنا يبارك فيك. بجد شيف، مش شيف عظيمه، الشيف العظيم. الله يخليك يا فندم. بجد والله انت، انا ببص كده بالصدفه فلقيت بتعملي مش، يعني بتعملي اللي هو الكيسه خميره المش، صح؟ بتاعت امي وجدتي والحاجات الجميله دي. بصراحه انا يعني انا بتفرج عمال اشوف بقى، اتابع بتتعمل ازاي، عشان انا ناوي اعملها، يعني انا هقعد في البيت وهعملها مع نفسي ان شاء الله. ربنا يكرمك فندم، ميرسي طبعا، ويا ريت حضرتك تجرب وتقول لي بجد طلعت ايه وطعمها طلع. لا انا هتابع بقى، هجيب الحلقه تاني عشان اشوفها من الاول، عشان اشوف امشي الخطوات واحده واحده. خلاص، وانا انزل حاكي المقادير مره تانية يا فندم من عينينا. وبشكر حضرتك على مداخلتك. فكره جميله انك تعملي المشي ده فعلا بجد، يعني شكرا جزيلا يا فندم ليك، وميرسي لمداخله حضرتك. لو ليك اي سؤال طبعا يسعدنا، يعني نفيد حضرتك باي حاجه. لا انا هشوف بقى، هشوف التركات وانت بتعملي كده عشان برضه ما اغلطش يعني. خلاص اتفقنا ان شاء الله يا فندم، شرفتني ونورتني يا استاذ علي، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. طيب هاخد ميه كده، ميه تكون فتره بدرجه الحراره، وهنبدا بقى ايه، هنقلب الخليط ده ونصب شويه شويه. طبعا هو هناك بيتخبز بالايد، بس طبعا ما شاء الله هناك هم بيعملوا كميات كبيره، فاصبحوا دلوقتي كمان بيحتاجوا للعجانات. بصوا بقى هنبدا نصب الميه. طبعا استسمحك يا ندى، ننزل طبعا طريقه المشي تاني لاستاذ علي، وانا هقول انا عملت ايه لاستاذ علي. خطوات، بسم الله. عندنا جبنه قريش، جبنه قريش عاديه جدا خالص، عندنا شطه، وعندنا ملح، كميه من الملح، وعندنا المرته. لو حضرتك كنت مسيح زبده احلى مش تاكله لما تحتفظ بالمرته بتاعه الزبده، ونبدا نعملها كاساس الخميره. وعندنا شرش جبنه لو باقي شويه شرش من الجبنه، وعندنا لبن رايب. هنجيب 2 كيلو لبن من عند اللبان او كيلو لبن، ونبدا نروبه. تروبه يعني سيبه في درجه الحراره او في الثلاجه، يوم تيجي تاني يوم تلاقيه راب لوحده او بره. وعندنا فلفل جاف قرون بنجيبه من عند العطار، وعندنا شرايح برتقال او لارنج لو موجود في الموسم، وطبعا خميره المش القديمه لو عندنا حتتين مش كانوا عندنا قدام اقدر اخدهم واضربهم مع الخليط ده هيبقى جميل، وحبوب حلبة حصى عشان احفظ بيها المش. هقلب بس تقليبه كده العجين، تقليبه حلوه. طبعا انا اخدت المرت اول حاجه بعد ما سيحت الزبده، حمرتها قوي 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 لما خليت لونها بني غامق غامق خالص، وبعدين ضربت اللبن الرايب مع قرون الفلفل في الخلاط، وممكن اضرب معاهم حته من الجبنه القديمه، وبعدين ضفتهم وبدات اضيف الشرش، وبدات اضيف لو عندي زبادي موجود بايظ، مش بايظ يعني معفن، لكن بقاله فتره في الثلاجه وانا مش هاكله يعني هستفيد بيه، وخصوصا الزبادي اللي بيبقى في علب، لكن مش البلدي بتاعنا، لان البلدي بتاعنا طبعا بعد يومين ثلاثه يبدا يعمل العفن لانه من لبن طبيعي. ودلوقتي بقى حطيت بقى كل الحاجات دي على النار، وبدات اسوي الخليط ده شويه شويه مع قرون فلفل زياده وحبوب الحلبه اللي احنا حطيناها. ناخد معانا ام داليا من البحيره. يا مرحب باهل البحيره. ام تاليا، ايه الاسم الجميل ده؟ اهلا وسهلا ام تاليا، انا سامعاكي. اهلا بيكي حبيبتي، انا معاكي.
انا سامعه. اهلا وسهلا حبيبه قلبي. ايه الحاجات الجميله اللي انت بتعمليها دي؟ اهلا بيكي منورانا. الله يخليك. احنا قاعدين نتفرج عليك والله بتعملي حاجات جميله. الله يسعد قلبك يا رب ويبارك لك في تاليا الجميله. الله يخليك يا شيخ. عايزين كده حاجات جميله وحلويات كده من عيني عينيا. طب انت عايزه حاجه معينه اعملها لك؟ لا انت كل حاجه بتعمليها جميله يا شيخ. يا رب يبارك في عمرك حبيبتي. شكرا ليكي نورتينا ومبسوطه بالمكالمه اللي جايه لنا من البحيره. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا ام تاليا. بصوا بقى ادي الخليط. هبدا ارفع. خليني ايه، خليط جميل جدا، عجينه روعه. خليني بس افك بقى ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هاجي هنا. العجينه دي بريحها، لازم ما ينفعش اشتغل فيها على طول زي ما عملنا في الايه، في الفطير الشرقي. لازم اخد العجينه دي. انا بقى معلش اسمحوا لي، ده هي ايه، هاخد كده، هاخد العجينه دي وايه وهبدا المها كده، ولازم اسيبها ترتاح شويه على الاقل ايه نص ساعه كده ولا حاجه او ساعه، وبعدين ناخدها كور ونبدا نسيبها نشكلها بقى زي ما احنا عايزين على قد الكيلو دقيق. لو عايزين فطيرتين كبار يعمل اتنين فطيره، الكيلو ده يتقسم نصين، الفطيره تعمل نص كيلو، تطلع فطيرتين حلوين بصراحه. طيب هعمل ايه بقى؟ معانا استاذه امل. يا اهلا وسهلا، مرحب بيكي. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ انت عظيمه حبيبه قلبي. اهلا وسهلا منورانا. احنا بنحب حضرتك جدا والله يا شيخه عظيمه، وكنا بنتفرج على حضرتك قبل ما تيجي على قناه الاهلي. يا حبيبتي والله ده شرف ليا بجد والله. وعايزه اقول لحضرتك يا شيخه عظيمه، قبل ما اسال حضرتك على السؤال اللي هو بتاع تكتيك الملوخيه، ان ابني احتياجات خاصه بيحب حضرتك جدا. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكوا ليا والله. وهو امنيه حياته يا شيخه عظيمه، يعني مستاذنك نفسه يشوف الكابتن محمود الخطيب. يا حبيبتي ان شاء الله باذن الله والله. لو لينا بقى يعني خاطر عندك قولي للكابتن محمود. ده يعني عايز يشوف الاسطوره. كابتن محمود الخطيب ده احنا بنعتبره اسطوره جدا، لدرجه ان اخوه الصغير اللي عنده سنتين يقول على كابتن محمود الخطيب خطيب خطيب خطيب، ويقعد يشجع بايده ويحبه جدا. ما شاء الله. حبيبتي طبعا بنشكره على محبته، وهو حقيقي يعني يستاهل المحبه دي الحقيقه. اجيال، مش احنا بس، لا ده اجيال كمان قبلينا بكثير. طب اسالينا، قولي لنا انت عايزه تسالينا سؤال. انا كنت عايزه اقول لحضرتك على تخزين الملوخيه. من عينيا، احنا عملناها بس اقولها لك من عيني حبيبه قلبي. حاضر حبيبتي، تسلميني وشكرا لمداخلتك ومكالمتك. بصوا بقى، باخد كده الفطيره دي، وعايزه بقى السمنه جنبي او الزبده ادفيها بس هنا تبقى سايحه جنبي. بصوا هنا الـ المش بيبقى ايه، بدا يقصر كده. طبعا انا عايزاه يتقل كمان عن كده. بصوا اللي عايز بقى يزود شويه ملح، هنحط شويه ملح عشان حضراتكم تبقوا عارفين، شويه ملح. وبعدين هنقلب تقليبه، الريحه طبعا روعه. هنسيبه يهدى شويه وهنصبه عادي حتى لو سخن على الجبنه هيبقى رائع. واهم حاجه نسيب البخار لما يطلع خالص ويبرد، وبعدين نقفل البرطمان. وزي ما قلت لحضراتكم مش هامله للاخر، لازم اسيب شويه بس، كمان الجبنه لازم كلها تتغطى. خلاص هاخد كده الزبده احطها هنا واجيب بوله كده اصب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سمنه بلدي. بصوا بقى، المفروض بقى تتفرد فرده حلوه. معلش انا هوريكم اللي بسويها في الفرن اهي. احسن ايه، القشطه عامله شغل عالي جدا. انا دخلت واحده بس اسويها قبل ما نطلع مع حضراتكم عشان نلحق الوقت. على مهلكم اهي. بصوا كده، تسلمي. دقيقه بالظبط، دقيقه واحده، فكروني اوعوا اسيبها. ايوه ماشي اوكي. هبدا بقى ايه افرد كده. طبعا دي هتحتاج مردانه معايا، لازم تساعدني علشان اعرف افردها صح، لان هي طبعا ايه محتاجه فرد كبير على ترابيزه كبيره او على طبليه كبيره زي ما بيقولوا.
تخيلوا بقى الفطير المشلتت ده كان اسمه الملتوت. ايام القدماء المصريين برضو كانوا بيحطوه تخيلوا في المقابر مع اللي بيتوفوا اعتقادا منهم بالبعث والخلود في الحياة الأخرى، فكانوا الظاهر بيحطوه معاهم، كانوا بيسموه الملتوت أو المطبق. بصوا ليه بقى، لأنه زي ما قلت لحضرتك كان فيه ليه طبقات فوق بعض، إن أنا أكور كور كتير جدا من النص كيلو دول وأبدأ أفرد واحدة كل واحدة لوحدها لحد ما تتفرد تبقى مشلتت زي ما احنا عايزين. عايزه بس انا ايه، معلش هستسمح اشيل ده، ده مش عملي معايا. لا لا انا عايزه افرد دي شويه، انا ممكن اطلع فاصل افردها على قد ما اقدر شويه حلوين عشان ايه ما ضايقش حضراتكم، ونرجع وهي مفروده اوريكم هطبقها ازاي، ونطلع اللي معانا دي نوريها لحضراتكم شكلها بقى عامل ازاي. يلا بينا نطلع بعد الاستراحه التقي بحضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. فردت العجينه لحد ما عملت دايره كبيره، وبعدين حطيت الزبده في كل ما باجي افرد ازود شويه من السمن البلدي. دهنت الصينيه، خليني البس ده معلش، هيبقى واحد كده واحد كده مش مشكله عشان ده مريح ليا اكتر في اليمين. وبعدين بعد ما طبقتها على بعض اي تطبيقه كده، ورحت مكوراها وقلبها هنا في الصينيه عشان نشتغل. بصوا اول ما بترتاح، بصوا بتتفرد معايا بسهوله ازاي. دي كده عجينه مش معموله طبقات، عجينه النص كيلو خدته مع بعضه كوره واحده، فردت الكوره الواحده وطلعت بالشكل حضراتكم شايفينه ده. بصوا كده اهي، طبعا عندي قشطه بلدي اخر حاجه بحطها هي في الوش. شايفين الفطيره؟ انا بحب افردها بايدي، بحب احس كده لو فيها حتت عاليه ولا حاجه. والتانيه طلعت قدام حضراتكم اهي، بصوا اهي على الفرن 200 او 220 اعلى حاجه في الفرن. انا هنا عاملاها على كام هقول لحضراتكم دلوقتي، عاملاها على 200، لا عاملاها على 250 او من 220 ل 250، لو الفرن عندك حامي قوي خليها 220 اهو على الشبكه في النص اهو. هناخد بقى حته من القشطه، بسم الله. شوفوا المشط قصر ازاي، بصوا بقى في الحله كان فين وبدا يقل. بصوا كده وانا بفرد في دي على قد ما اقدر، تملى ايه وادي المشط. شايفين هنا كان الحز بدأت تقل وتقصر شوية، ونقلب كده. عايزين تتقلوا المش، عايزين تخفوا من حدوقية المش، نحط جبنة أو لبن أو أي حاجة ما فيهاش نسبة ملح أهو. بصوا هاخد بقى حتة القشطة، شايفين القشطة البلدي؟ روعة. نمسح على الوش كله كده القشطة اهو. شايفين الفطيرة دي بقى اسهل من اللي رقات فوق بعض، عشان ما تتعبيش تقفي تعملي الكيلو على فطرتين، تاخدي النص وتبدأي ندخل دي بس الفرن. بسم الله. معانا مين؟ معانا سارة. أهلا أهلا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا سارة. الحمد لله حبيبة قلبي، أهلا وسهلا. بخير يا روح قلبي، أهلا وسهلا. تسلمي يا روح قلبي. نعم. الله يسعدك على كل حاجه. شكرا ليكي يا ساره يا جميله، ميرسي ليكي يا حبيبه قلبي.
انا بجد نفسي اقول كلمه، بس ممكن اقول كلمه بس لفريق الاهلي بجد، انا بحبه جدا. حبيبتي اسلامي اتفضلي. بجد يعني وربنا معاهم يا رب. سامعينك يا جميل. بجد واحنا بنحبه جدا ومهما ايه. سامعينك حبيبتي قولي انا معاكي. حضرتك سامعاني شيء؟ سامعاكي يا حبيبتي اساره قولي. بقول لك انا بجد بحب فريق الاهلي جدا، بيحمس فريق الاهلي جدا، وبتمنى له كل خير وربنا معاهم يا رب. امين. هم اعظم فريق بجد يعني، ربنا معاهم واحنا بنحبهم مهما كان. حبيبتي تسلمي يا روح قلبي، كتر الف خيرك، وتحياتنا للنادي الاهلي وكل متابعينه. انتي اموره جدا وعسل يا روح قلبي، تسلم ذوقك حبيبتي، روحك انتي اللي حلوه يا جميله. ميرسي يا ساره على مداخلتك الحلوه دي يا حبيبه قلبي، شكرا ليكي بجد، تسلمي لي. بصوا بقى، عايزه اسيب بس ده يهدى شويه في بوله كده. اللوش فين حبايبي؟ هاتولي اللوش او الكبشه يعني. وعايزين بقى نقدم العسل والطحينه الحلوه دي. بص احنا ممكن نعمل شويه جبنه قديمه. هو فين الطماطم اللي انتوا مجهزينها؟ اوكي اوكي هاخد هنا كده. هحتاج بس اللوش. تمام، تسلم ايدك يا محمد، شكرا. بصوا بقى هبرد بس شويه هنا، شويه بره كده من الخميره دي بقى، عشان ابدا اصب على الايه، على الجبنة القديمة بتاعتنا. بسم الله، يهدى بس شوية. شايفين الخميرة الجميلة، ريحته روعة. حطينا من الجبنة القديمة وحطينا من الرايب، روبنا اللبن البلدي بتاعنا، زبادي. عايزين بقى أي حاجة تانية تضيفوها براحة حضراتكم. دول تقالي دول كفاية، ينفع إيه نستغلهم دلوقتي، يبردوا بس شويه هنا ونصب على الطبق. ممكن بقى نعمل كده في بوله شويه ايه، المكعب الصغير ده ممكن نخلطه بايه بقى؟ نخلطه بالشوكه مع شويه طحينه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. كده شوية طحينة، ده بقى المشر يعني، ناخد منه حتة كده، نحط معاه كمان شوية زيت حلوين. كده هنقلب كده تقليبة حلوة، هاخد شوية زيت. بسم الله. مع الطحينة كده. عايزة بس أفصل ده لأنه عامل حرارة عالية جدا. وهاخد شوية طماطم صغننة، شوية خيار، يا نهار ابيض مع الفطيره الرائعه دي. بصوا بقى الفطيره، افتح لكم كده تشوفوا الدنيا شغاله برضو معاها هنا، تشوفوها. شويه طماطم، هجيب شويه فلفل رومي، اهو وانا سايبه لكم الفرن عندنا شوية شطة حارة. مش حاطين لي شطة بودرة ليه؟ أمال كنا هنعمل الجبنة بالشطة ازاي؟ لا، عايزين الشطة شطة بودرة عشان نشطشط بقى الخليط، وهنحط زيت تاني كمان دلوقتي. بصوا بقى، يا سلام. بصوا بقى، هاخد شوية من خميرة المشي دي اللي احنا لسه عاملينها هنا. ممكن باللوش اسرع اهو، شايفين
يا نهار أبيض. إيه الجمال ده؟ بسم الله تسلم الأيادي. أيوة كده شوية شطة بقى. هنزل بقى الخليط ده. عشان الشطة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي هي؟ حاضر. اوكي. جدا. دي شطة رهيبة. عشان الحساسية بس. الحمد لله تمام. يلا بينا. بسم الله. بصوا كده. انهار. شايفين كده؟ كده ادي شايفين ازاي. ممكن بقى ايه نقدم الطبق الجميل ده جنب الفطير اللي هناك. بسم الله. طيب بسم الله يلا بينا هنا. وطبعا نقدر بقى من خلال العسل والمربى والحاجات الجميلة دي ناخد حاجة كده. ادى نقدم بقى هنا ايه قليل من القشطة الحلوة دي في الطبق للي حابب بقى يغمس مع الفطير بالقشطة. بصوا القشطة البلدي. وناخد من هنا شويه من العسل الاسود. اللي عايز يضيف معلقه عسل اسود في المش ممكن، مش هتقول لا، بس معلقه واحده. وهناخد كده مربى للي حابب او عسل ابيض زي ما تحبوا. وهنقدم دول برضو جنب الفطير بتاعنا. وناخد بقى المش الجميل ده. نشوف كده البولة دي تكون بردت. ننقلها بولة تانية أكبر، مش عايزة أحط وهو سخن قوي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين حبوب الحلبة دي رائعة، مهمة جدا. بصوا بقى ناخد كده شويه شويه. بسم الله. احنا كده قدامنا قد ايه في البارت ده حبايبي؟ نقول بقى نزل المقادير ممكن تاني مره تانيه حبايب قلبي. يلا بينا وانا اقولها تاني. فطير المشلتت. بسم الله. معانا بقى للفطير المشلتت قلنا كيلو من الدقيق، عندنا ميه تقريبا نص لتر او 600 مللي على حسب، وعندنا زبده بلدي اخذنا المرطه بتاعتها. خلاص ضربنا الدقيق مع معلقه ملح مع الميه
وبعدين اللي عايز يعمل فطرتين كبار من الخليط ده هيقسم الخليط الكيلو ده على فطرتين، اللي عايز يعمل ثلاث فطاير حجم متوسط ماشي، ده حجم الفطيره اللي احنا عملناها. هوري حضراتكم الثانيه برضو اهي في الفرن، حضراتكم تشوفوها بنلفها الناحيه دي اهي. لا هي لسه قدامها شويه بس انا بوريها لكم، وهبدا اصب للمش عشان حضراتكم تشوفوا شايفين شكل الفطيره ازاي لسه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، بنملى بقى نصب كده في خليط الايه البرطمان بتاعنا. وخليني ممكن اخد ايه، انا عايزه حاجه كده رفيعه ممكن تدخل بس تبقى ظهر معلقه او حاجه. بصوا كده عشان بس ينزل الخليط من حوالين كل الحاجات، شايفين انا بلف ازاي اهو 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 كده بس من الجنب بس كده. ومحتاجه اعمل ايه بس اصب شويه كمان. بسم الله، مش عايزه زي ما قلت لحضراتكم املاه قوي، خلاص كده كفايه قوي مش هامله للاخر. بعد يومين لو لقيتوه فار يا ريت تحطوا حاجه تحته، لان بعد يومين ثلاثه هنحتاج نزوده تاني، هيكون الجبنه بدات تشرب من الخليط ده وتلاقوه خس، فاصبحت الجبنه من فوق باينه. انا طبعا عادي هقفله دلوقتي، انا بردته فتمام، شايفين برطمان المش اهو. هبدا بقى اجيب كيس ثلاجه كده صغير او كيس من دول مفيش مشكله. وهقفل البرطمان، بصوا بينزل شوية ده عادي، وهعمل كده وهسيبه بقى يقعد زي ما انتوا عايزين. لما تيجوا بقى تعملوا حبايب قلبي مش يعني او تزودوا عليه، هتاخدوا من ده شوية وتبدأوا تاخدوا الخميرة دي في علبة في التلاجة، مش هيجرالها اي حاجة وتعيش مع حضراتكم فترة طويلة محفوظة، ولا بقى تقولوا لي عملت حشرات ولا اي حاجه. اهم حاجه ما نمدش ايدنا جوه البرطمان، وده اهم ما في الموضوع. بسم الله، مش بيتي جنب الفطير المشلتت، هشوف اخر حاجه الفطيره ممكن تطلع ولا لا، غالبا ممكن تطلع معانا. لسه شويه بسيطه اهي، ده شكلها عشان حضراتكم تبقوا عارفين، يعني لسه شويه بسيطه عشان تطلع كده جميله، واحلى ما فيها ان في سمنه بلدي وفي مش جميل بايدينا. وان شاء الله يا رب الحلقه تنول اعجاب حضراتكم ببساطه، وسيبوها تاخد وقتها. بصوا جميله ازاي، سيبها شويه كمان خمس دقائق كمان كده، وقلنا الحراره عاليه، واتمنى يا رب تجربوا، وهنتظر التطبيقات الخاصه بحضراتكم. اسمحوا لنا بقى دلوقتي نطلع الاستراحة عشان نستقبل الفقرة الطبية، في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة.